والآن مع كلمة السيد الدكتور أحمد الشطي مدير إدارة الطوارئ الطبية، فليتفضل بإلقاء كلمته. أنا اليوم جايكم وفيني فرحة، هذه الفرحة هي بدأت يمكن أول أمس اتصل فيني بحر محمود الجمالي اللي هو رئيس أو قائد إسعاف مبارك كبير، وقال لي حصلت حادثة. شو أنا قابلتهم من قبل وقلت لهم يا جماعة لنتكلم دوما عن الإيجابيات قبل السلبيات، ولنشعل شمعة قبل أن نلعن الظلام. فهو قال لي حصلت عندنا حادثة، مسعفين راحوا حق حالة وفاة بلاء، فلما راحوا لقوها مو متخشبة فيها حرارة، فلما سأل زوجها أو أبوها قال ترى هي حامل 7 أشهر. خلال 10 دقائق تصرفوا تصرف أنا أفخر فيه، لم ينتظروا لما نقول هذه حالة ميتة انطر الداخلية يجون يأخذون في مال، لا خذوا دون أن يضطرون الإذن هذه الضحية أو الحالة. خلال 8 إلى 10 دقائق كانوا هم في مستشفى جابر، وخلال 10 إلى 15 دقيقة كان هناك صرخة جنين مولودة حية تصرخ في تلك اللحظة يا الله، مشوا وخلوا خلينا نقول الحالة أو دوروا حالة غيرها، لأن هذه من ضمن الأشياء اللي يبين لك. أنا بالنسبة لي استخرج كذا عنوان: مهنية عالية، التزام بالبروتوكول، لأن ظلوا ينعشون هذه الحالة حتى وصلوا. قضية الأخرى الاهتمام بالضحية أو الحالة، لم يعاملوها كرقم، لا عاملوها كإنسان وتستحق العناية. فهذه يعني غمرتني بشكل كثير بالأشياء اللي أنا أنادي فيها كناشط صحة عامة وكمتحدث رسمي وكمدرس كلية الطب. دائما نتكلم عن منظومة القيم، أنه يا جماعة لا تأخذكم الأمور بعيد عن منظومة قيمكم، أخلاقكم، مهنتكم، لأن هذه تصنع فرقا. فقلت له باكر الساعة 8 رجاء تكونوا في مكتبي. فسألت المكتب عندي قلت لهم عندكم شهايد تسوون شهايد كذا، فقالوا يعني ندور كذي. فصغنا شهادة بالعربي وبالإنجليزي، لأن المسعفين أنا بكل فخر أذكرهم هني، حمد السبع برنس فرغيس، يعني واحد كويتي واحد هندي. وكانت فرحة حقيقة لما زادت فرحتي لما التقيت فيهم، لقيتهم أخذوا الأمر بهدوء، ماخذينها فور جرانتد، احنا كل يوم نسوي كذي سوات. قال لي احنا المخفر اتصلوا فينا قالوا لنا اكو جثة شلون حركتوها بدون ما ندري عنها. فريتروسبكتيفلي وصلوا لها القضية. الرسالة هنا يا جماعة، ترى انا عقب اليوم ما راح اناديكم الا ابطال طوارئ طبية. واعتقد من لا يعرف قيمة نفسه لا يتوقع ان الناس يعرفون قيمته. فكل شيء انت تؤديه يجب انه تفخر فيه، لان انت قعدت ميك اور بريك، انت تتعامل مع انقاذ الارواح، وهذه من ضمن الاشياء اللي حقيقة لازم تكون انت فخور فيها لتصنع فرقا في المهنة، في القيمة، في الاداء والامور هذه. يعني من الاشياء اللي انا استغربت منها او يعني كانت تحت الرماد ما حد يدري عنها، امينة اللي هي بالمكتب، أمينة عبد الله، قالت لي دكتور ترى قبل كم سنة صار حادث، طارت فوس 4 سيدات بالحادث، دخلوا تحت شاحنة وكذي، وإن المسعف اكتشف إن أكو وحدة من الجثث قاعد تتحرك، فلما رجع لها لقاها حامل بالشهر 9، فأشرف على ولادتها. خير قول يعني هذا لما حين يعني مذهل، لكن اللي يضيف قيمة إضافية معنوية للموضوع هذا أن الولد كبر وظل على الدوام يحضر لمركز العمل يسلم على اللي أنقذه لغاية ما
انتهى يعني عقده وسافر. هذه الشغلات يا جماعة ترى انتم تعاملون معاها بس لازم انتم تظهرونها. لذلك بناتنا في موقع آخر قلت لهم يا جماعة تعلموا في نهاية كل يوم في كل يمعة عائلية في كذا قولوا شيء إيجابي بلاش تحلطم. يعني عنا وصلنا لمرحلة من التحلطم اللي هو مرحلة الغثة عرفت، بينما انت قاعد تمسح دمعة ترسم ابتسامة تخفف ألم. هالأشياء حقيقة لازم انتم تمارسونها، ولا يوجد أكثر منكم ذخيرة وقدرة على أنه يتعامل مع هذا الجانب. فأنتم حقيقة أبطال الطوارئ الطبية دون أي تردد أنا أقولها.